السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم من جديد في قناة بسمتي. أهلا بالمشتركات الكريمات واللي جدد معنا في القناة، أول مرة يشوفوا فيديوهاتي تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم معنا جديد. عندي معكم اليوم قندور، قندورة خفيفة بالقالون تاع القبائل، قندورة زي قبائلي. نعطيكم المهم، نعطيكم لوازم اللي نستحقهم، اللوازم اللي نستحقهم في الخياطة. نحتاجو القماش، القماش زوج مات، شريت الفيبران، الفيبران 25 ألف المال. نديرو الطريقة تاع الفصال، نبداو على بركة الله. الطريقة تاع الفصالة، القماش تاعنا نطويوه على زوج ونوليو نطويوه على ربع، نفس الطريقة نتاع القندورات، لكن هذه نفصلوها للكمام منها فيه. هاي هاد الطريقة، نقادو هنا القماش تاعنا نديروه قد قد. بهذه الطريقه هنا نفصلوا القماش تاعنا. هاي بسم الله نبداو. هنا الحرده نتاع الامام، الحرده نتاع الامام عندنا 4 صباع. هاي هنا لازم ديروه قد قد. هنا هنا قلت لكم 4 صباع، حرده نتاع الامام ونتاع الخلف. هنا عندنا الكتاف، الكتاف عندنا 12 سنتيم. نعطيكم باش ديروا القندوره، ها شوف هنا الكتاف 12 سنتيم، هنا العبر ندير 20 سنتيم، هاي هنا 20 سنتيم، 8 سنتيم عفوا 8 سنتيم تاع الحرده تاع الامام وتاع الخلف، و12 سنتيم نتاع الكمام. باش تزيدوا هنايا باش نديروا الكمام تاع عبر، ها هو هنا الكتاف نتاعنا والكمام هنا. نتوما تشوفوا في الدرعان على حساب ديروا الكمام تاعكم الطول نتاعها. هنا هنا ندير 17 سنتيم هنا، هذا الطول تاع الكمام اللي ديروا، تحسبوه هنا، تحسبوه مع مع الكتاف. ها شوف بهذه الطريقه هنا، هاي هنا باش ديروا القندوره باش ديروها منها فيها الحرده نتاع الامام ونتاع الخلف، والدوره نتاع الحرده نتاع الباط. انا قلت لكم ننزل ب 20 سنتيم، العبر 46 20 سنتيم، وتحسبوا الدوره تاع الصدر، الدوره تاع الصدر 110 110 سنتيم تطويب. هاي هنا، هاي شوفوا هنا 110 110 تطويو الميط نتاعكم، تطويوه على 4 بهذه الطريقه. شوف هاي تطويوه على 4 وديروا الدوره نتاع الصدر. ها هي هنا ننزلوا بهذه الطريقه، ها شوف نزيد 2 سنتيم تاع الخياطه ونديروا الدوره نتاع الصدر. تخرج لكم بهذه الطريقه، وهنا نزيدوا الكمام. هنا درت في الدوره تاع الدرعان، درت هنا 18 سنتيم، ها هي 18 سنتيم تجيني هنا. وهنا قلت لكم وصلنا الدوره تاع الصدر، ها هي الدوره تاع الصدر خرجت لي. دوك باش هنايا باش ديروا القندوره لي مونش الكمام تاعها منها فيها، شوفوا بهذه الطريقه. ها هنا ننزلوا بهذه الطريقه، تدخلوا تجيو تحت عند الدوره تاع الصدر، شوفوا تدخلوا ب 6 سنتيم، ها هي دخلت ب 6 سنتيم، وتنزلوا القندوره تاعكم ايفازي بهذه الطريقه. هاي تفصلوا القندوره نتاعكم عادي باش تخرج لكم القندوره الكمام منها فيها. هنا وننزل على حساب العرض نتاع القندوره. هاي هذه هي الطريقه نتاع القندوره نتاع الكمام نتاع القندوره اللي فيها الكمام منها فيها. هاي بهذه الطريقه قلت لكم 110 تاع نتاع الدورة تاع الصدر، تطويو الميط تاعكم على 4، تزيدوا 2 سنتيم تاع الخياطة، وتحسبوا هنا ديروا الدورة تاع الدرعان، وتدخلوا هنا ب 6 سنتيم، وتنزلوا القندورة تاعكم ايفازي. نفصل القندورة تاعي، بسم الله.
هنا تبغيو ديروا مياله الكتيف تقدروا تبغيو تخليوها بهذه الطريقه عادي. هنا في الحرده تاع الامام، الحرده تاع الامام تنزلوا بهذه الطريقه. هاي نزلت 12 سنتيم، هنا تنزلوا 12 سنتيم وتوليوا تنزلوا بالفتحه هنا. شوف تنزلوا ب 5 سنتيم، هاي 5 سنتيم تنزلوا ديروا فتحه هنا. هاي القندوره بهذه الطريقه. هنا واش ندير هنايا واش نديرو؟ نبداو في طريقه الخياطه، نغلف الجهه نتاع الامام، نغلف الجهه نتاع الامام والجهه نتاع الخلف، ونزيدو نكملو الطريقه نتاع الخياطه. القندوره تاعنا غلفتها بهذه الطريقه، غلفناها ودرت لها الفتحه. درت تراسيت هنا باش ندير القالون تاعي. تقدروا تقصوا، تقدروا تتراسيو بهذه الطريقه وتقصوا، لكن تعرضوا القندوره، تعرضوها قبل ما تقصوا. هنا تقصوا هذا المربع، تقصوه وتخدموه سطر، لكن انا بغيت نخدمه في القندوره باش تجيكم الطريقه سهله، بغيت نديرها لكم على القندوره، الطريقه تجيكم اسهل. نبداو باش نديروا القالون تاعنا، نبداو على بركه الله. القالو يجي هنا، ها هي، تبداو عند الفتحه نتاع الامام. تخليو هنا باش ديروا القالون تاعكم هذا العريض. ها هو القالو يجينا هنا، يجي في الاخير نوليو نديروا القالون تاعنا هنا. شوفوا جوج صباع، جوج صباع وتراسيت. نزلت باش نزلت ندير لكم مربع شحال نزلت. هاي شوفوا هنا دخلت ب 4 سنتيم، 4 سنتيم هنا، 5 سنتيم عند الحرده نتاع الامام، هنا عند الفتحه 11 سنتيم ونص، هنا عند الفتحه هنا 12 سنتيم. وباش نزلت درت المربع 34 سنتيم، هاي 34 سنتيم وتتراسي. والعرض نتاع المربع نتاعنا 23 سنتيم، وديروا المربع هنا 4 سنتيم وتتراسيو المربع نتاعكم. نبداو نخدمو القالون تاعنا. قلت لكم القالو تبديوه هنا، تبديوه عند 4 سنتيم اللي دخلنا به. ها هي هنا نحبس هنا باش هنا قلت لكم عاود نديرو القالون تاعنا. بسم الله، ها هي نقصه هنا باش يجيني فوقه القالو، ونوليو هنا. ها هو بهذه الطريقة، ونوليو ونجيو هنا، هنا نطويو القالون تاعنا بهذه الطريقة، هنا يجينا قالو، هنا نوليو ندورو القالو نتاع هذا، هذا القالو اللي يجي كاين عريض وكاين اللي يجي رقيق، هاهي. نجي هنا ونخدم، هنا نطوي، هنا سطويوه بهذه الطريقة، نطوي القالون تاعي. لصقوا القالو تاعنا، لصقوه بهذه الطريقة ونولي نخيطه. هاي شوف ديروا لافيزلين اللاصق هنا، وندير القالون تاعي
بهذه الطريقه، الطريقه اللي وريتكم لصقوا بها القالون تاعنا. نزيد نكمل لصق القالون، بقى لي هذا، هذا نديروه في الوسط هنا، يجيني في الوسط، يجي شوفوا يجي بهذه الطريقه هنا، ونقلبه نلصقه هنا، نلصقه في الجهه، نلصقه في الوسط. نزيد نكمل ونكملوا الطريقه نتاع الخياطه تاعنا نتاع القندور. نزيد نلصق القالو تاعنا بالطريقه اللي لصقت بها القالو هذا. النتيجه النهائيه نتاع القندوره تاعنا كملتها، القندوره تاعنا جات شابه زي قبائلي. القندوره تاعنا صدر نتاع حاجه شباب، القندوره الكمام منها فيه. الطريقه نتاع الفصاله تاعها سهله، المبتدئات ان شاء الله تجيكم طريقه سهله ومفهومه. هذه هي القندوره تاعنا، القالو تاعنا هذا تحتاجوا فيه متر تاع قالو، والقالو تاع الزيكزاك تحتاجوا فيه 3 متر، العريض عاود تحتاجوا فيه 3 متر، والقالو هذا اللي في الوسط تحتاجوا فيه نص متر يكفيكم. الحزامه تقدروا تشريوا وتقدروا تخدموها، انا درتها غير بالقالو. هذه هي القندوره تاعنا، هذه هي النتيجه النهائيه تاعها. القندوره تاعنا جات شاب، انا عجبتني وان شاء الله تاتوما تعجبكم. وإلا عجبتكم ما تنساوش جام، وما تنساوش اللي ماشي مشتركين معنا في القناه اشتركوا معنا في القناه، وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم معنا الجديد. مع السلامه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.